أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى الفقرة الرياضية من برنامج الصباح نيوز على قناة الجزائر الدولية. هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الجمعة سيدات نادي أقبو لكرة القدم بعد تتويجهن بكأس الجزائر على حساب سيدات الشباب قسنطينة. وقال الرئيس الجزائري عبر إكس: ألف مبروك لسيدات أقبو اللواتي توجن بكأس الجزائر لكرة القدم، كل التهاني للتقنيين والفنيين وكل من شارككم في صنع هذا التتويج الباهر. يستضيف أرسنال الإنجليزي متصدر الدوري بورنموث ظهر اليوم في استاد الإمارات لحساب الجولة 36 من البريمير ليج، ويسعى الجانرز لتحقيق الفوز لتأمين الصدارة في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي. في المقابل يخوض بورنموث اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في المباراتين الأخيرتين، وهو ما يدفعه لمحاولة العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات. وضمن الجولة ذاتها يبحث الوصيف مانشستر سيتي على الفوز أمام وولفرهامبتون بملعب الاتحاد لمواصلة الصراع على لقب الدوري مع أرسنال، ويسعى لمواصلة انتفاضته في البطولة وتحقيق فوزه السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي، بينما يأمل وولفرهامبتون في تحقيق المفاجأة وتكرار فوزه على مانشستر سيتي. نحن لدينا طاقة جيدة وجرينا آخر حصة تدريبية وسط أجواء رائعة. اللاعبون متحمسون وسوف نجرب ما قدمناه في التدريبات بشكل حقيقي. سنركز فقط في المباريات ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. سنواجه بورنموث على أرضه وستكون الأجواء رائعة مرة أخرى في هذا اللقاء. والآن أصبح من الصعب تحديد التشكيلة الأساسية. وجود تامبر يزيد من جودة الحصص التدريبية، وفيها ترى مدى تأقلمه وحضوره، أما الباقون فعليهم أن يرفعوا من وتيرة استعدادهم. الجزء الأول من السؤال هو نقد. كان في الفودن يبلغ من العمر 17 أو 18 عاما. كان ديفيد سيلفا هنا وكيفان دي بروين وغوندوغان. تطور لاعب كرة القدم يعتمد على عدد الدقائق التي يلعبها خلال المباراة، وما يحدث مع زملائه في الفريق والمنافس وما إلى ذلك، إضافة إلى أخلاقية العمل والعقلية، ويمكنك كمدرب أن تضيف شيئا ما. لا أعرف بالضبط ما سأفعله في مباراة وولفرهامبتون. بالطبع لدي شكوك بشأن لاعب أو اثنين في التشكيلة، لكن بخصوص خطة اللعب أعرف ما أريد أن أفعله. لدي الوقت للتفكير ورؤية المباريات الأخيرة لولفرهامبتون. إيرلينغ هالاند جاهز لهذه المباراة. للحديث مشاهدينا الأفاضل عن مباراة الجولة 36 من البريمير ليج ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الناقد الرياضي محمد أدريدي من تونس مباشرة. صباح الخير محمد، أهلا بك. صباح النور أخي عصام، أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدي ومتابعي قناة الجزائر الدولية. أهلا بك محمد. إذا أرسنال يواجه بورنموث ومانشستر سيتي يلاقي وولفرهامبتون، طبعا هي مواجهة غير مباشرة بين أرسنال المتصدر والوصيف مانشستر سيتي، كيف هي قراءتك لهاتين المواجهتين محمد ريدي؟ أكيد كما هو معلوم أخي عصام، وخاصة صاحب لقب الموسم الفارط مانشستر سيتي، سيدافع بكل شراسة على اللقب، وأكيد في مهمة لم ولن تكون سهلة، خاصة أمام مواجهة شرسة مع فريق أرسنال، خاصة بعد أيضا ليفربول تقريبا خسر كل شيء ليفربول بالنسبة للمصارعة والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي إلى حد الآن. يعني المنافسة ما بين أرسنال ومانشستر سيتي في صدارة الترتيب، أرسنال كما هو معلوم 80 نقطة، يليه السيتي 79 نقطة. السيتي منقوص من مباراة، يعني منافسة شرسة قبل ثلاثة جولات من نهاية الدوري الإنجليزي. نعود إلى مباريات اليوم، خاصة لمباراة أرسنال. أرسنال ستكون مهمة
صعبة نوعا ما أمام فريق بورنموث، كما هو معلوم فريق ينافس الكبار في الدوري الإنجليزي، وأهم المباريات لهذا الفريق تحت المرتبة العاشرة ب 48 أو 48 نقطة. هذا الفريق خاصة مع الفرق الكبرى، مع ليفربول، مع السيتي، مع أرسنال، يتحول ويصبح بإمكانيات أخرى. أرسنال أكيد لم ولن يسلم في النقاط هذه المباراة، خاصة كما قلت أمام المنافسة الصعبة والشرسة مع السيتي في ترتيب في صدارة البريمير ليج. أعتقد أنه أرسنال سينتصر في هذه المباراة، لكن ليس بالسهل، ليس لن تكون المأمورية سهلة أمام فريق أرسنال. بالنسبة لأبناء المدرب بيب غوارديولا، أكيد مانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون، أكيد مباراة هي الأخرى لن تكون سهلة بالنسبة للسيتي، لكن أعتقد أنه الفرق أرسنال السيتي خاصة في الجولات الأخيرة لن تكون الأمور سهلة، لكن لن يسلموا في النقاط الثلاث في مثل هذه المباريات. نقطة مضيئة عودة أكيد ألاند للسيتي هدف البريمير ليج. الأمور تقريبا حسب ما أشاهد في الفريق السيتي، وخاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، الأمور بدأت تتعافى في السيتي، ولن أعتقد وأتصور أنه فريق أبناء المدرب بيب غوارديولا سيسلمون هكذا بكل سهولة في البريمير ليج. وخاصة كما نقطة مهمة جدا، لأنه حتى في التنقلات المباريات القادمة، أرسنال اليوم يستقبل بورنموث، ما زالت مباراة يتنقل لمدينة مانشستر لمواجهة مانشستر يونايتد، والمباراة الأخيرة ستكون أمام إيفرتون. نعم، السيتي متبقي له أربع مباريات، هذا يعني الفارق الآن فارق نقطة، لكن السيتي متبقي له أربع مباريات، في حين فريق أرسنال متبقي له ثلاث مباريات. مباراة السيتي المتبقية اليوم مواجهة أمام ولفرهامبتون، مواجهة أخرى أمام فولهام، نوتنغهام، مواجهة أمام نوتنغهام، ومواجهة أخيرة ستكون أمام ويستهام. نعم، ويستهام وتوتنهام بالفعل، هذوما المباريات المتبقيين بالنسبة لمانشستر سيتي. يعني أعتقد أنه الأمور نوعا ما في الظاهر هي ماشية أكثر للمانشستر سيتي، خاصة كما قلت لن يفرط في النقاط الثلاث في المباريات المتبقية بالنسبة للمان سيتي، وهو نفس الحال لأرسنال، لكن كما قلت فارق المباريات، يعني السيتي لديه أربع مباريات متبقية، في حين أرسنال لديه ثلاث مباريات متبقية تصب لفائدة مانشستر سيتي. طبعا من خلال ما ذكرت، أرسنال يبحث عن الفوز الرابع تواليا، ويدرك أن الخطأ يكلف خسارة الصدارة وحلم التتويج بلقب الدوري الذي غاب عن خزائنه لعشرين عام في ظل المنافسة القوية لمانشستر سيتي الذي يبحث عن اللقب الرابع له تواليا، وأصبح يهيمن على البريمير ليج في السنوات الأخيرة والجولات الأخيرة. محمد دريدي، كلها ستلعب في شكل نهائيات. نعم أخي عصام، كل المباريات ستلعب في شكل مباريات كأس، يعني لابد من الانتصار، شعار كل الفرق. هنا أتحدث عن أرسنال، أيضا السيتي، في حين أيضا بالإمكان أن نتحدث أيضا عن ليفربول أو أستون فيلا، خاصة في الرباعي الذي سيترشح لكأس رابطة الأبطال الأوروبية، لأنه كما تعرف في الدوري الإنجليزي الترتيب خاصة الأربعة الأوائل مهم جدا بالنسبة لكل الفرق. عودة نتحدث عن أرسنال ولا سيتي، أرسنال بطبيعة الحال وخاصة بعد الانتصار أمام توتنهام 3-2، المعنويات مرتفعة بالنسبة لأبناء المدرب أرتيتا. أكيد المأمورية لن تكون سهلة، لكن لا أعتقد أنه أرسنال سوف يفرط في النقاط الثلاث في المباريات المتبقية لديه. أرسنال غاب عنه اللقب بأكثر من 20 سنة، أرسنال الموسم الفارط بنفس الطريقة تقريبا كان منافس شرس عن البريمير ليج وعن التتويج، لكن آل اللقب في الأخير لفائدة مانشستر سيتي. أعتقد سيناريو الموسم الفارط يتكرر بالنسبة لأرسنال، وأعتقد أن الأمور كما قلت تصب في خانة مانشستر سيتي، لأنه مانشستر سيتي وللأمانة وخاصة بعد الخروج من رابطة الأبطال الأوروبية، مانشستر سيتي متبقي له التتويج بالدوري الإنجليزي، وأكيد من بين النقاط المطروحة على طاولة المدرب بيب غوارديولا، خاصة وحسب الأصداء التي لدينا، أنه
وكما هو معلوم بطبيعه الحال انه بيب جوارديولا تقريبا سيكون الموسم الاخير له مع فريق مانشستر سيتي. لذلك انا اقول انه كل الامور وكل تصب في خانه مانشستر سيتي هذا الموسم. وهذا ما يجعل ربما مباراة أرسنال مفخخة وربما صعبة أمام بورموث، خاصة في حال تعادل أو في حال خسارة المباراة، ومانشستر سيتي يحاول تضييق الخناق على أرسنال. ومن يبدو الأوفر حظ لحسم الصدارة خاصة قبل جولتين بدون احتساب المباراة المتأخرة لمانشستر سيتي؟ أخي عسام، هنا في مثل هذه المباريات تتعثر يعني خسارة لقب، يعني معادلة سهلة جدا تتعثر في أي مباراة، متبقي ثلاث مباريات العثرة تساوي خسارة لقب. أعتقد أنه هذا الشعار بالنسبة لأرسنال أو الشعار بالنسبة للمان سيتي. أنا هذا الموسم الحقيقة شاهدت كثيرا فريق بورنموث، وقلت أنه من أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي. كما قلت هو الآن يحتل المرتبة العاشرة ب 48 نقطة، فريق خاصة في اللعب الجماعي، وكما قلت خاصة أمام الفرق الكبرى، أمام أرسنال، أمام السيتي، أمام ليفربول، أمام ويست هام بدرجة أقل، يتحول هذا الفريق فيكون شرس في الدفاع. أيضا تكون لديه تنقلات هجومية خاصة في الهجوم، يقبل اللعب يعني نوعا ما، ثم في التنقلات وفي الهجمة السريعة فريق متكون جيدا. أيضا لديه مدرب يعرف جيدا لاعبيه، يعرف جيدا كيف يتعامل مع إمكانيات لاعبيه، واعتقد أنه قضى موسم متميز هذا الفريق، تقريبا نفس حال منافس السيتي وولفرهامبتون، تقريبا نفس الحال زوز فرق الاثنين بورموث أو ولفرهامبتون تقريبا على نفس الحال، قدموا موسم جيد جدا في البريمير ليج وأعطوا الإضافة، وخاصة أعطوا الحلاوة الجيدة والمتعة بالنسبة للبريمير ليج، خاصة بعدما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث وعمق مانشستر سيتي وأرسنال الفارق على ليفربول، خاصة ليفربول الآن يقبع في المركز الثالث ب 75 نقطة وتعثر في الجولات الأخيرة، وما أعطى الفرصة لأرسنال ومانشستر سيتي للصراع على لقب الدوري الإنجليزي. كيف يبدو في سياق الحديث مستوى الدوري الإنجليزي عموما هذا الموسم بالنظر إلى المستويات التي شاهدناها سواء في كأس الرابطة، سواء في كأس الاتحاد، سواء في الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه فارق النقاط بين الفرق المتصدرة الثلاث ليفربول مانشستر أرسنال استمر تقريبا مع مرحلة الذهاب كلها، وهما ترك الإثارة والمتعة والفرجة في الملاعب الإنجليزية؟ بالتأكيد أخي عسام، أنا تقريبا ملاحظ على فريق ليفربول، خاصة ليفربول تقريبا منذ بداية الموسم ذهب في طريق المنافسة، واعتقدنا أنه فريق ليفربول سينافس على اللقب لآخر جولة من نهاية البريمير ليج، لكن بعد خاصة هزيمة كريستال بالاس وهزيمة إيفرتون ولا تعادل المخيب للأمال أمام ويست هام بالنسبة لفريق ليفربول، ظهرت وبان بالكاشف أنه فريق ليفربول هذا الموسم بعيد نوعا ما عن اللقب، والمنافسة ستبقى ما بين أرسنال والسيتي. عموما مستوى البريمير ليج مستوى الدوري الأفضل في العالم بالنسبة لي شخصيا، وأيضا بالنسبة لكل الملاحظين في العالم، خاصة على المستوى الجيد جدا ومستوى الكورة والأداء الجيد للاعبين، وأفضل اللاعبين هنا في العالم نتحدث عنهم موجودين في البريمير ليج. الحقيقة كالعادة دوري مثير، دوري مشوق إلى آخر لحظة، لا نعرف من هو صاحب لقب الدوري الإنجليزي إلى آخر لحظة المنافسة. أيضا المنافسة سواء كانت في المستوى الأول، يعني نتحدث عن الفرق التي تلعب عن التتويج أو الفرق التي ستشارك في كأس رابطة الأبطال الأوروبية، أيضا المنافسة على المرتبة الخامسة من أجل الدوري الأوروبي، أيضا المنافسة في من أجل ضمان البقاء ومن أجل تفادي النزول في آخر ترتيب البريمير ليج. الحقيقة أخي عصام، أنا دائما أقول
البريمير ليج هي متعة كرة القدم، البريمير ليج هي كرة القدم الحقيقية نجدها، ومن يبحث عن متعة ويبحث عن كرة القدم الحقيقية عليه أن يذهب ويشاهد البريمير. وأصبح البريمير ليج محمد دريدي واجهة الكرة الأوروبية، وخاصة أيضا نادي مانشستر سيتي الذي برز كواحد من الأندية الأوروبية الكبيرة بعد إحرازه الموسم المقبل أو الماضي عفوا للقب الدوري أو لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة، وأيضا إحرازه للثلاثية، وبات أو كتب اسمه بأحرف مي أن ذهب مع الأندية الكبيرة في القارة العجوز. الحديث معك محمد دريدي يقودني للحديث عن هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، نتحدث عن البريمير ليج، خاصة إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي مهاجم مانشستر ب 21 هدف، كول بالمر لاعب تشيلسي طبعا ب 20 هدف، ألكسندر إيساك ب 19 هدف، وأولي واتكينز ب 19 هدف. طبعا فيل فودن اختير في بالمناسبة اختير لاعب العام هذا الموسم بعد تسجيله ل 24 هدف في كل المسابقات و 16 هدفا في البريمير ليج، كيف تعلق على هذه الأرقام؟ هالاند أرقامه تتحدث عنه، هالاند المهاجم الاستثناء أعتبره في البريمير ليج، الهداف إلى حد الآن ب 21 نقطة ب 21 هدف عفوا، وأعتقد أنه سيواصل هداف البريمير ليج، أكيد يليه لاعب تشيلسي كول ب 20 هدف، تبقى المنافسة، لكن أعتقد هالاند خاصة مع عودته في مباراة ويلبر هامبتون أكيد سيسجل، أكيد المنافسة من أجل اللقب بالنسبة للمان سيتي، أيضا المنافسة من أجل صدارة ترتيب الهدفين بالنسبة لهالاند. هالاند هذا المهاجم أعتقد خاصة في أزمة المهاجمين في العالم، هنالك أزمة كبيرة في العالم بالنسبة للمهاجمين، أعتقد أن المهاجم الذي يبحث عنه كل العالم، هذا المهاجم الاستثناء، المهاجم الذي يسجل الأهداف، الذي يقوم بالدور كما يجب خاصة في تسجيل الأهداف، فعلا محظوظ جدا مانشستر سيتي، محظوظ جدا غوارديولا بوجود هالاند، ايضا بوجود دي بروين، بوجود سيلفا، بوجود لاعبين متميزين الحقيقه. والمؤلم هو خروج مان سيتي من رابطه الابطال الاوروبيه، كما تعلم اكيد في مواجهه كانت صعبه في دوري ابطال اوروبا، لكن خاصه مع وجود مثل هؤلاء المهاجمين، مع وجود مدرب متميز، مدرب الحقيقة وللأمانة من أفضل المدربين الآن في العالم يعتبر بيب غوارديولا على جميع المستويات، ممكن بعض الفلسفة الزائدة في بعض المباريات لغوارديولا هي التي أخذت الفريق للخروج من دوري أبطال أوروبا، لكن كما قلت أكيد أعود أتحدث عن هالاند، هالاند الهداف، هالاند الاستثناء، هالاند النجم والمهاجم رقم واحد في العالم، هو الآن هداف وبخطى ثابتة سيحافظ على صدارته في ترتيب هدفي الدوري الإنجليزي. إذن محمد دريدي الناقد الرياضي التونسي كنت بعد مباشرة عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا على كل ما قدمته في هذه الفقرة، شكرا جزيلا. مشكور جدا أخي عسام، وتحياتي لك من جديد. تحية متبادلة أخي محمد، نلتقي بك في قادم الفرص. أفادت تقارير إعلامية إنجليزية للجمعة أن فريق ويستهام شرع في محادثات مع مدرب ولفرهامبتون السابق جوليان لوبيتيغي، وذلك مع اقتراب نهاية عقد المدرب الحالي ديفيد مويس مع النادي بنهاية الموسم الجاري. وقاد مويس ويستهام إلى أول لقب أوروبي له منذ عام 1956 و65 عندما توج بدوري المؤتمرات الأوروبي الموسم الماضي. ورغم تواجد الفريق ضمن المراكز العشرة الأولى، إلى أن مجلس إدارة نادي المطارق يستهدف مدربا جديدا من شأنه أن ينهي فترة مويس الثانية على رأس النادي اللندني. تغلب الهولندي ماكس فيرشتابن سائق فريق ريد بول على تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري ليحتل المركز الأول في سباق السرعة لسباق جائزة ميامي الكبرى لسيارة الفورمولا 1، وكان الهولندي أسرع ب 0.108 ثانية من لوكلير، بينما جاء سيرجيو بيريس سائق ريد بول الآخر في المركز الثالث متقدما على دانيال ريكاردو صاحب المركز الرابع.
وبدا ان لاندون نوريس السائق ماكلارين اهدر فرصه التنافس مع فيرشتابن على المركز الاول بعد ان كان بطيئا في اللفه الاخيره، وتمكن سائقا مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون من احتلال المركزين 11 والثاني عشر، حين احتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الخامس. وصلنا إلى ختام الفقرة الرياضية، برنامج صباح نيوز مستمر معكم إلى غاية العاشرة صباحا، شكرا على المتابعة.